بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الإخوة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فضفضة. سأتكلم في هذه الحلقة عن كيف يصل الإخوان إلى الحكم. هناك طريقة يصل بها الإخوان إلى الحكم. أول حاجة هنتكلم عن حكم الحاكم المتغلب، هل ولايته تجوز أو لا تجوز؟ هقول لكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا غلب عليكم أمير بالقوة فاسمعوا له وأطيعوا. لكن خلي بالكم، الطاعة هنا مقيدة، الطاعة في طاعة الله، يعني لا نسمع ولا نطيع ولي الأمر في معصية الله. يعني إيه لا ننزع يدا من طاعة؟ يعني مثلا هو عمل الكلام اللي هو إيه، يخالف شرع الله، صحيح ده مخالف لشرع الله، هل هذا الأمر يستوجب علينا الخروج عليه؟ لا. ليه؟ نسمع له ونطيع في غير معصية الله. لو جه قال لي تعالى اشتغل في الخمارة دي ابنيها ولا اشتغل فيها، أقول له لا. هو كده كده ما بيأمرنيش ان انا اروح، هو بيصرح للناس المستثمره ان بتعمل كده، او الناس اصحاب المحلات بيعملوا خمور وكده. طبعا ده حرام حرام، خلاص مش بنحلله عشان محدش يطلع يقول لي انت حللت يا شيخ. عايز اللي يسمعني يركز معايا ويفهم انا بقول ايه. احنا بنقصر المساله، نتكلم كلام علمي، كلام منهجي، نرجو التركيز في الكلام عشان نفهم. طبعا الناس اللي بيصطادوا في الماء العاكر انا عارف ان هم ممكن يقطعوا الكلام وكده، خلي بالكم اللي بيحصل ده كله حرام. التصريح والترخيص بالخمارات، بالمراقص، بدور السينما، بدور المسرح، كل ده شرعا حرام. نحن لا نطيع ولي الامر في هذا، لكن هناك امور كثيره جدا جدا نطيعه فيها. الجهاد معه، والحرب معه، والدفاع عن البلد معه، وألا نخرج عليه. معنى ذلك أننا نطيعه في الطاعة ولا نطيعه في المعصية. معنى كلمة لا ننزع يدا من طاعة، بمعنى هضرب لك مثال بسيط جدا هنفهمه كلنا. والدي الله يرحمه، الله يرحم أموات المسلمين جميعا، جه قال لي خد هات لي إزازة خمرة لا قدر الله. أنا راجل عارف الدين وعارف إن ده حرام إنه بيشرب خمر، فما رضيتش أروح. هي دي فيها معصية للوالد؟ فيها معصية للوالد، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طاعة الوالدين، طاعة ولي الأمر الحاكم، طاعة أي حد في الدنيا مقيدة بطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله مطلقة ما تنقش فيها، طاعة الرسول مطلقة، ما صح عنه مطلق ما فيش نقاش، بس طالما صح عنه سندا ومتنا خلاص الموضوع انتهى. وأولي الأمر منكم، طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر فرع على طاعة الله ورسوله، فرع عليها مقيدة بطاعة الله ورسوله، عشان ما نطولش في النقطة دي. فأنا ما روحش أجيب له إزازة خمرة. بعد ساعة بعد اتنين نادى عليا وقال لي تعالى خد هات لي مثلا، هات لنا أي حاجة، هات لنا أكل، هات لنا شرب، هات لنا أي حاجة هي فيها ما فيهاش معصية. فأنا بالظبط كده بعمل إيه؟ بقول له هات، بروح أجيب له. يبقى أنا طعته هنا وما طعتوش هنا. لو أنا قلت له لأ انت بتشرب خمره وانت سكير وانت 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 ومش هطيع خالص، هو ده اسمه نزع اليد من الطاعه، تنزع ايدك كده من طاعته، ده حرام شرعا لا يجوز. تطيعه في طاعه الله ولا تطيعه في معصيه الله. بالضبط ينطبق هذا على ولي الامر، نطيعه في طاعه الله ولا نطيعه في معصيه الله. فولي الامر هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فاسمع له واطع، وان جاء اخر ينازعه في الأمر فاقتلوا الآخر. اقتلوا الآخر ليه بقى؟ وهو ده محور الحلقة اللي أنا بعملها، وسريعا كده هقول لكم ليه. هي دي الطريقة اللي عايزين يرجعوا بيها الإخوان لحكم مصر. يعني إيه؟ السيسي
انا مش هقول ان هو جه بانتخابات، لا هقول عمل انقلاب مجازا يعني، خلاص عمل انقلابات، هنسلم جدلا مع الاخوان ان هو انقلابي، عمل انقلاب وانقلب على محمد مرسي، خلاص. ثم بعد ذلك كانت له اليد العليا في البلاد، امتلك البلاد والعباد، امتلك القوى العسكريه، امتلك الجيش، امتلك الشرطه، خلاص. طيب احنا كشعب ايه اللي نعمله؟ نطيعه في طاعه الله ولا نطيعه في معصيه الله. طيب له في عنقنا بيعه؟ نعم له في عنقنا بيعه، هو ولي امرنا الشرعي، هو الرئيس الشرعي للبلاد. الشرعيه دي جت منين؟ من حكم الحاكم المتغلب في الاسلام اللي امرنا به الرسول عليه الصلاه والسلام. طب احنا نديه الشرعيه؟ لان خلاص هو امتلك، هو اللي امتلك القوه. الاخوان دلوقتي عايزين يرجعوا الحكم، بيعملوا ايه؟ عايزين يرجعوا مرسي، ما كان بيقولوا في رابعه العدويه لازم مرسي يرجع، و30 يوم مرسي هيرجع، و15 يوم مرسي هيرجع، واللي كان بيقول فيه 8 حمامات على كتفه وشافها في الرؤيا فقال لك ده مرسي هيقعد مدتين، والكلام الفارغ ده كله تخاريف. لو ان الاخوان حاولوا، هنشوف بقى حكمه الرسول عليه الصلاه والسلام من ان هو امرنا بطاعه ولي الامر المتغلب بالقوه. شوف الحكمه بقى، مش عقول العصافير. ها؟ قال لك طيعوا ليه؟ لان لما يجي التاني اللي هم حاطين في دماغهم ان هم من حقهم الحكم، واتعمل عليهم انقلاب، وان لهم شرعيه، والشرعيه وقعد ساعتين ثلاثه يقول الشرعيه الشرعيه اكتر ما بيقول قال الله قال رسول الله، هيجي ينازع هذا الحاكم المتغلب في الحكم، هيعمل ايه؟ بالقوه. فيجوا التانيين يحاولوا ان هم يستقطبوا الناس، وفي دلوقتي مؤيدين للاخوان من الشعب المغيب اللي هو ايه مش فاهم، فطبعا بيكلمون باسم الدين، وتضحك عليا باسم الدين اقول لك ماشي انا اضحك عليا، خلاص. فهيجوا التانيين عشان ياخدوا الحكم يبدوا يحاربوا ولي الامر التاني. الرسول قال لنا فاذا جاء اخر نازعه فاقتلوا هذا الاخر. ليه نقتله ونقاتله؟ لان ده من مصلحه البلاد والعباد، لان تحصل حرب اهليه ينقسم المجتمع الى نصفين، خلاص، فهيحصل اقتتال ودماء والى اخره. هنا الحكمه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام ان ما يحصلش كده. الحاكم المتغلب اذا كان عاصيا فحسابه عند رب العالمين، لكن احنا كشعب على طول المفروض نصطف في صفه، لان هو امتلك القوه، امتلك القوة. عارفين بالضبط زي موضوع مين؟ زي موضوع ثورة 52، الجيش قام بالثورة على الملك، هوب شيلوا الملك، حطوا الملك، اعملوا عليه حصار، خلص الموضوع. لا في إراقة دماء ولا في سفك ولا 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 ولا. ده اسمها ثورة؟ لا، أنا بقول لك انقلاب. برضو أنا ما أصل مش هخش معاك في جدال ثورة انقلاب مش عارف إيه. كله عندي مش هيفرق. اللي يفرق عندي مين اللي امتلك القوة وامتلك القوة العسكرية في البلد، ومن بيده الأمر ومن بيده الحل والعقد، هو ده اللي يفرق معايا. من يمتلك القوة وبيده الحل والعقد أنا أبايعه، ومعنى المبايعة هنا عهد على الدفاع، على الدفاع عن الدين والوطن، خلاص، وأطيعه على السمع والطاعة في غير معصية الله، هو ده العهد اللي وكل ليه في رقبتي ايه؟ بيعة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة لإمام يعني فقد مات ميتة جاهلية. لازم يبقى ولي أمري، لازم يبقى لي ولي أمر أدين له بالطاعة والولاء في غير معصية الله. فيحصل ايه؟ فلازم كان يحصل اقتتال ما بين الإخوان وما بين الجيش. لا، احنا مع الجيش. ليه الجيش؟ لانه ما فيه السلطه. لذلك لما كان حاكم مرسي انا كنت مبايع مرسي، مع اني ما انتخبتوش، لان انا لا اؤمن بالانتخابات ولا الديمقراطيه، ده كله ده مش من الاسلام، ده منهجي يعني، ما بنزلش انتخابات خالص، ولا انتخبت السيسي، ولا بنتخب حد ابدا، ولا في مجلس الشعب ولا اي حاجه خالص، خلاص ما بنتخبش حد، خلاص. فانا لما كان محمد مرسي حاكم انا كنت بطلع بتكلم بقول محمد مرسي ما حدش ينتقده على المنابر، ولكن ننتقد الاخوان المسلمين، كنت بنتقدهم في عهد مرسي على منهجهم وكده. لكن مرسي كان ولي امر الشرع لما كان ماسك بيده الحل والعقد، بيده القوه، بيده السلطه، مع ان انا مختلف معاه كليه، بس ما ينفعش ان انا احرض للخروج عليه.
ولا انا خرجت في 30 يونيو ولا خرجت في 25 يناير، لان انا ارى الخروج على حسني مبارك حرام، والخروج على حتى على مرسي كنت اراه حراما. لكن القياده السياسيه علمت بالخيانات والى اخره، امر موضوع بتاعهم هم، لكن انا شخصيا انا بتكلم عن نفسي شخصيا، انا كانسان المفروض ان انا اعلم الناس ان الخروج على الحاكم لا يجوز طالما انه مسلم، طالما انه مسلم. حتى الخروج على الحاكم الكافر بشروط، وفي شروط ممكن نسردها بعد كده ان شاء الله، لكن مش وقته. عشان كده انا بتكلم في خطر الاخوان، الاخوان خطر جدا ان هم يغسلوا دماغ البني ادم ويروح. يعني انت بتتكلم على بتاع المرتزق ده اللي هو بتاع سوريا اللي جاي بياخد 2000 دولار في الشهر ولا 1000 دولار في الشهر وجاي عشان يموت في ليبيا، انت فاهم ازاي؟ ده مرتزق، ما بالك بقى انا ما بتكلمش على ده، انا بتكلم على واحد بيروح يفجر نفسه. عارفين يعني ايه؟ لما يصطاد ابنك ولا يصطاد حد من يا اخي اي حد، كل الناس هي ابنائك، لما يصطادهم ويحاولوا يخليهم يفجروا نفسهم، عارف ده اعتقد انه رايح الجنه، فدي مصيبه. وعشان يعني بعض الاخوه قال لي يعني الاخوان احنا ديناهم اكبر من حجمهم، لا يا اخي اقسم بالله اخطر، والله اخطر من الحروب اللي قايمه علينا دي كلها الفكر الاخوان، لان انت بتحارب فكر. ولذلك انا بناشد الدوله المصريه والدوله السعوديه وكل الدول حاربوا الاخوان حرب فكريه قبل الامنيه، واللي ما يلتزمش وما يرجعش بالفكر والمناظرات والمراجعات نحاربه امنيا، ما فيش مشكله، يعمل ارهاب هنقضي عليه، نحافظ على امن. لكن الحرب الفكريه اهم بكتير، على الاقل مش هترجع كتير جدا من الحلفاء بتوعهم، هترجع كتير جدا من المتابعين بتوعهم. الحرب الفكريه اهم بكثير، لان لو في حرب فكريه من الاول ما كانش حصل ده كله، ما كانش الناس دي كلها بقت تابعه للاخوان. فانا اعجب يعني القنوات العربيه شغاله مسلسلات وافلام وعري ودعاره ومجون وفسق وفجور، وحتى اللي بيطلعوا يقولوا النشره بتطلع عريانه، واللي مش عارف مسلسلات وافلام هابطه واغاني زفت، واخدين بالكم ازاي فسدوا عقول الشباب والبنات، واصبحنا يعني احنا غربيين اكتر من الغربيين، احنا بنتعرى اكتر من الاجانب اللي علمونا العري، وبقى الدين ده مركون على جنب. ولو كلمت حد عن الدين يقول لك انت متخلف انت راجعي، يعني هي اللي هو هي الحضاره والتقدم نبقى عريان، ان الست تبقى عريانه تطلع بشعرها وحاطه على وشها 2 كيلو بويا، اي فين الشرف وفين الرجاله؟ أين الرجل في البيت؟ الرجل اللي بيشتري لبنته بنطلون مقطع، واللي بيشتري لبنته بيشوفها طالعة وكل جسمها باين وكل عوراتها باينة وكلها فتنة ومفاتن للشباب. أنا شخصيا لا أرى في البيت الذي تخرج منه هذه الفتاة التي تضع أطيب الريح ومفاتنة، ما تعملي كده في البيت وخلاص وانتهينا، مش حلال والله. لكن تطلعي بهذا المنظر يعني سبحان الله. البيت الذي تخرج منه هذه السيدة أو البنت أو الفتاة، أو أنا أجزم بأن هذا البيت ليس به رجل. رجل يا غار، يا أخي غار على زوجتك يا أخي، حد يبص لها، ما تغار على مفاتنها اللي بتظهر دي، ليك أنت بس، خاصة بيك ربنا شرعها عليك أنت بس، أنت خليتها فرجة وعرضة للناس كلها. اللي عنده جوهرة بيجيب عليها حراس ويحطها كده في خزنة بالرقم السري، حافظ عليها. إنما يعني رخيصة، كل الساقط والزبالة وي الأدب والسفل والخمور كله بيبص عليها، كله بيستمتع بالنظر إليها، هذا فقط يعني. فالإعلام واخدنا في سكة تانية، ولما يجيب ناس يدافعوا عن يهاجموا الإخوان بيهاجموه من منطلق زبالة، ما ينفعش، منطلق لا يليق أبدا بالعلم. العلم مش كده، المناقشة الفكرية مش كده، أنا أجيب كتب الإخوان وأقعد أفندها حتة حتة كده، أفندها كتاب كتاب ونقعد نناقش فيه، مش هتناقش اعرض، ما أنتوا عندكم فلوس قنوات، أقول إيه يعني، إحنا عندنا قنوات النيل للأخبار دي ينفق عليها من مال الشعب، ما تعالجوا بيها افكار الشعب بدل ما انتم بتقدموا لنا ايه في الاعلام يا قنوات النيل الاخبار؟ بتقدموا لنا ايه؟ بتقدموا لنا الفسق والفجور والعري والدعاره؟ بتقدموا لنا القبولات والاحضان واللقاءات الساخنه؟ بتقدموا لنا فن اوض النوم
واللقاءات الجنسية، هو ده الفن اللي بتقدمه لنا؟ ما تخلوا كده القنوات دي مخصصة للجامعات والأساتذة اللي بيتكلموا ويعرفوا منهج الإخوان ويعرفوا يفندوه. رجعوا الشباب اللي ضاع مننا، ما هو اللي بيفجر نفسه في الجيش ده شاب، ما هو ابننا، هو ابننا فكره تعكر، هو ما لقاش فكر مضاد. فانتوا خيرتوه بين شرين، يا اما يبقى علماني واما يبقى اخواني. ما تخلوه اسلامي، هو ليس معنى كلمه اسلام ان هو مش مسلم، لا مسلم وكل حاجه، بس يعني خلوه يفهم دينه. وحسن مبارك حصل الخروج عليه لان اصلا لو كان علم الناس طاعه ولي الامر وحكم والحكم الشرعي للخروج على الحاكم وعلمهم الدين ما كانوش خرجوا عليكم، كلهم عارفين دينهم لا يجوز الخروج. اوعوا تفتكروا ان انا عشان بدافع عن السيسي ان انا بقول السيسي ده يعني ولي من اولياء الله الصالحين، لا، له ما له عليه ما عليه، بشر يخطئ ويصيب، لا نقدسه ولا نعطيه اكثر مما يعني من بشريته ابدا اطلاقا، لكنه في النهاية مسلم يصلي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يحج يصوم رمضان، المساجد مفتوحة، المسلمين ماشيين مربي دقن، ما قاليش احلقها إلا لا ما يعني فهم إزاي، فما أمرنيش بالمعصية، قاليش لا لازم تخش السينما ولا لازم تخش المسرح، مسلم خلاص. فيعني محدش فينا بيقول إن حكامنا إن هم يعني عمر بن الخطاب ولا ابو بكر الصديق ولا الناس دي ابدا اطلاق، والله احنا كلنا نختلف معاهم، لكن هذا لا يجيز ان احنا نخرج عليهم ونحرض عليهم ونخرب البلاد. لا، هم بيحبوا بلادهم وطنيين، ويمكن بيحبوا اكتر مننا لان هم متحملين مسؤوليه. انت قاعد في بيتك يا حبيبي، انت مش عارف حاجه، انت مش في المطبخ. لكن بنقول القنوات في السعوديه، في مصر، في الامارات، يعني انا اتعجب من قناه في الامارات، قناه ناشونال جرافيك ابو ظبي، هذه القناه بشوف كده اللي هو فيلم التسجيل بتاع عالم الحيوان ده وكده، والله حزنت حزن شديد، اول مره اشوف، ما كانش كده في الاول. بشوف ان هو جايب بيتكلم عن التعابين والافاعي وكده، فبيتكلم عن شكل التعبان ده والشكل ده وبتاع. فتخيل المعلق اللي بيعلق قال جمله احزنتني حزن رهيب، بيقول شوفوا الجمال والعجب، يعني يتعجب من فعل هذه الحيوانات، واخدين بالكم ازاي؟ ويقول هذا يعني من جمال التطور، يعني هو كده بيدعو لنظريه التطور. هذا الاعلام ازاي ممكن الناس مش ما تراقبش هذه القنوات؟ ليه الدوله ما تراقبش هذه القنوات وتشوف ايه اللي بيقدم؟ الاعلام لازم يقوم ويقيم، يقوم من الاعوجاج ويقيم قبل ان يعرض، هل هو يناسب للاسلام والمسلمين ولا لا، هل هو يجوز ولا ما يجوز، يبقى في رقابه على الاعلام. ازاي المعلق يقول ان الجمال والحاجات دي في الحيوانات دي من التطور؟ تدعو لنظريه داروين في دوله مسلمه، ممكن ما حدش يشوفها لكن هو ده السم في العسل. فحذاري حذاري، الاعلام كله عريانين، احنا مسلمين لكن المعصيه الكبيره جدا دي هتجيب لنا الوباء ومسلطه علينا الامم، يعني يتداعون علينا كما تتداعى الاكله على قصعتها، هذا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. فانا بقول لو الاخوان حبوا يرجعوا هيرجعوا بالطريقه اللي انا قلتها، وهتحصل الاقتتال والدم اللي انتوا سمعتوه اللي انا قلت لكم عليه. هل هذا يجوز ان احنا نقف مع الاخوان عشان نخرب بلادنا والدماء تسفك والعياذ بالله، ولا نقف مع ولي امرنا المتغلب انا بقوله عشان ما حدش يعني يقعد يتكلم كتير، ونقف معاه وهو والله ماشي كويس. انا والله لو ماشي مش كويس هحول، انا دي وجهة نظري، ماشي كويس ربنا يحفظه، والله راجل قليل الكلام كده، راجل محترم، لا بيطلع زي الناس اللي بتطلع تجعجع، لا راجل بيشتغل في صمت، واحنا شايفين على الارض مع الوقت البلد بتبقى احسن ان شاء الله. افهموا والله العظيم بلدنا تبقى احسن. سيبكم من الخونة، سيبكم من المرتزقة، سيبكم من اللي شغالين في فلك بني صهيون وفلك الاوروبيين والامريكان
ومن على شكاد وفلك المجوس. احنا اعداء من الجهات الاربعه، عندنا اعداء من الجهات الاربعه فوق ايها الشباب. واي واحد عنده سؤال يسالوني، يا اما يتواصل معايا على الواتساب، يا اما يتواصل عليا معايا على الفيسبوك، انا بحط لكم رابط الفيسبوك، يا اما يتواصل معايا في التعليقات، ما عنديش مشكله خالص، وهتكلم معاكم بكل حياديه وبكل تجرد اقسم بالله، وكلنا نتعلم من بعض، وانا ما زلت اتعلم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ولكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ ولاه امورنا على طاعته. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظهم على طاعته، وان يهيئ لهم البطانه الصالحه التي تنصحهم في الخير لما فيه سلامة البلاد والعباد، آمين يا رب العالمين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.